بيكم. أنا اسمي سارة عزيز، والنهاردة هنتكلم عن أهمية التواصل في وقت الأزمات. في الحقيقة في وقت الأزمات حاجة من الحاجات الكتيرة بتحصل هو كمية الأسئلة اللي بتظهر فجأة وسطينا، وسطينا ككبار وسطينا كصغيرين كمان. هو احنا مكملين كده لغاية امتى؟ هو احنا هنموت يا ماما؟ بابا هو في حد نعرفه هيعيا؟ اللي فينا عبر عن مشاعره وكانت بنت فتقال لها ايه اللي انت بتقوليه ده، او استقلوا بمشاعرها، او مننا الولاد اللي عبروا عن مشاعرهم وعن خوفهم فتزعق لهم جامد قوي وتقال لهم ما ينفعش الراجل يخاف، الراجل ما ينفعش يعيط. وكل دي صور من الصور الخاطئه اللي ما كانتش احسن حاجه ينفع نتعامل بيها مع المشاعر. عشان كده لو بتسالوني النهارده ليه مهم نعبر عن مشاعرنا، يعني ايوه ليه يعني مهم وقت الازمه نعبر، واحنا فاضيين لايه ولا ايه؟ لا ثانيه واحده، لما انا اعبر عن مشاعري، لما انا اقول انا حاسس بايه ككبير كبابا وماما في البيت، اول حاجه بتحصل للولاد الصغيرين والمراهقين اللي معانا في البيت بيحسوا ايه ده، ثانيه واحده انا طبيعي، انا مش مجنون، ده واضح ان اهلي حاسين بنفس اللي انا حاسه، اهلي متلخبطين زي ما انا متلخبط. عشان كده لما انا بعبر عن مشاعري ممكن اقول انا مضغوطه بس مبسوطه ان احنا مع بعض، ممكن الاب يقول انا تعبان وقلقان بس عارف ان ربنا معانا. فالولاد بتوصل لهم رسالة، البنات بتوصل لهم رسالة انه ينفع تحسي حاجات وينفع تحس حاجات عكس بعض. تاني حاجة مهمة قوي التواصل بيعملها هو انه بيخلق مساحة امان، كأننا كده بنبني اوضة جديدة في البيت، والاوضة الجديدة دي شروطها ان انا ينفع ادخل زي ما انا، اقول اللي انا حاسه زي ما هو وما يتحكمش علي اي حكم. النتيجة بتاعته بيكون حالة من حالات الهدوء والسكون بتحصل في البيت كله وسطينا. كمان الدراسات بتقول انه الولاد والبنات اللي بيعبروا عن مشاعرهم وبيعندهم مهارات تواصل صح هم أكثر أطفال أسوياء نفسيا، ما بيحتاجوش يروحوا لحاجات إكستريم، ما بيحتاجش يبقى عنده سلوكيات إدمانية ولا يدور عليها حتى لو بيصارع معاها، بس عنده خط رجعة لأنه متاح ليه وتيحت ليه الفرصة يعبر عن اللي هو حاسه. فواحدة من الحاجات اللي بنتعلمها في التواصل وقت الأزمات إن أنا أتواصل مع نفسي. هل بقضي وقت مع نفسي كل يوم أكتب أنا حاسة بإيه؟ أقول النهاردة أكتر حاجة ضايقتني كانت، النهاردة أكتر حاجة بسطتني كانت، وأكتبهم. لما بنجح أتواصل مع نفسي وقت الأزمات بلاقيني فبهدى واعرف اتواصل واسمع لولادي ولشريك حياتي هم عايزين يقولوا ايه. تاني حاجه مهمه حاجه ليها علاقه بان انا طبعا ابقى مدركه ان الاعمار مختلفه ومحتاجه اتعامل مع الطفل غير ما بتعامل مع المراهق. فمع بنتي الصغيره او مع ابني الصغير ممكن اجي اقول له يلا نسمع موسيقى لذيذه، يلا نرقص على الاغنيه الجديده، فبروح له مكانه مطرح ما هو بينبسط وبيستمتع وبشاركه الانبساط بتاعه ده، مش شرط يبقى بيبسطني. حاجه ثانيه مهمه قوي عايزه اقول لكم، انتوا مش متخيلين قد ايه مهمه وقد ايه بتفرق جدا مع اولادنا وبناتنا ان انا اروح كده من غير اي مقدمات اوطي على بنتي على ودنها واقول لها انا عايزه اقول لك اني بحبك من غير اي مقدمات. هما بيسالوا ليه، او الولاد اللي متعودين ان انا بقول لهم دوت لما يعملوا حاجه كويسه يوقفوا وقفه كده ويحسوا هو انا عملت حاجه صح. لا انا عايزاكم النهارده كاهالي تشوفوا أهمية إن أنا أقول دوت من غير شروط، أهمية إن أنا أقول بحبك وبحبك من غير أي شروط، أهمية إن أنا وسط يومي ووسط اللي بيحصل أوطي عليهم كده وأقول لهم بحبك بحبك بس من غير أي حاجة. أطفالنا المراهقين بيحتاجوا معاملة مختلفة فيها بوري إن أنا مهتم حتى لو مش فاهم قوي في الحاجات اللي هو مهتم بيها، فأروح أسأله عن كتاب بيقراه وأسأله هو ده بيتكلم عن إيه، أسأله عن فيلم لذيذ هو بيتفرج عليه وأتفرج على حتة منه، ولو لقيته منطوي وقاعد لوحده خبطوا عليهم أوضهم، خبطوا ما تخشوش فجأة، وادوهم مساحتهم واسألوهم بجد وخدوا رأيهم بجد في حاجة ممكن هو يحس منها إن هو مشارك في الحياة دي معاك، هو مش منعزل، وأعمل التوازن ما بين إني بديله مساحته بس كمان باخد رأيه وبدخله معانا، وده بيخلق دايرة ثقة ما بيننا كعيلة وبيدي ارتياح كده ان كل واحد عنده المساحة بتاعته بس كمان كلنا عايشين مع بعض. عندنا تمرينتين للنهاردة، التمرينة الأولانية من غير أي مقدمات عدي على ابنك أو بنتك وطي عليهم قول لهم في ودنهم بحبك، انت غالية، انت مهمة، انت غالي. تاني حاجة في التمرينة النهاردة هو ان انا اصحى من النوم مركز في صفة عايزه امدحها بعينها النهارده في ابني او بنتي، خلوكم محددين، فاقول عايزه اقول لك النهارده انك شاطره قوي في انك بتركزي في التفاصيل، انا عايزه اقول لك ان انا واخده بالي انك بقالك وقت سريع قوي وبتنجز، حتى لو حاجات بسيطه، من فضلكم قولوها محدده بس ما تحطوش فيها بس لو، عشان دي بتفصل وبتلغي كل اللي فات. التمرينتين دولت لو عملناهم مع اولادنا هنساعد قوي يوصل لهم ونوصل لهم اللي جوانا
وده هيفرق قوي يسمعوه بالذات مننا في الوقت الصعب.